مساء الخير واهلا بيكم اعزائي مشاهدي الحكيم في بيتك في حلقه خاصه جدا من حلقات برنامجنا. بيقولوا دايما في اي رحله او تجربه بنمر بيها في حياتنا ان زي ما بنستمتع بلذه الوصول للهدف ومراد الرحله او ادراك نهايتها، فاحنا برضو بنستمتع بنفس المقدار بالخطوات والمواقف اللي بنتعرض ليها خلال رحلتنا لحد ما نوصل لهدفنا. وبما ان خلاص كلها ايام على عيد الاضحى المبارك، كل سنه طيبين، فاحنا قررنا نعمل حلقتنا النهارده عن رحله من اعظم واهم الرحلات في حياتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، جمله بيستعد لترددها وسماعها كل الناس اللي حالفهم الحظ ونيتهم كانت صافيه ورايحين باذن الله على الحج السنه دي، يلبوا نداء سيدنا ابراهيم بزياره بيت الله الحرام في ايام كلها روحانيه. وكل اللي بيبقوا رايحين الحج بيبقوا محملين بالدعوات اللي ناويين يدعوها لحبايبهم وقرايبهم، هدفهم الاسمى هو الغفران والطهاره من كل الذنوب. بعض الناس ممكن تتساءل دلوقتي، الحكيم في بيتك برنامج طبي وصحي، ايه علاقته بالحج وهيناقشوا فيه ايه؟ الحقيقه هرد عليكم واجاوبكم ان زي ما اي خطوه او رحله بنخوضها في حياتنا بندرس كل جوانبها قبل ما نبدا فيها، فالحج كمان رحله زي ما هي مهمه، زي ما مهم جدا ندرس كل حاجة تخصها أثناء التجهيز والتحضير. وزي ما بنعرف هنسافر إزاي وبنشوف هناخد معانا إيه في الشنطة، زي ما بنحجز سكن وبننوي الحج نطهر أرواحنا استعدادا للسفر، بالتأكيد مش هننسى الاستعداد والعناية بأجسامنا اللي هتسندنا في كل خطوة وإحنا بنتم مناسك الحج بإذن الله. وده بالتحديد أعزائي المشاهدين اللي الحكيم في بيتك هيناقشوا النهاردة في فقرته الرئيسية، وهي الاحتياطات الصحية في الحج، طرق الوقاية من كل الأمراض اللي ممكن أي شخص يتعرض ليها أثناء تلك الفترة مع وجود ملايين الأشخاص في مكان واحد وفي نفس الوقت. ده بنعتبره ظرف طارئ صحيا بيهدد بانتشار مسببات الأمراض المعدية. وبحسب وزارة الصحة السعودية أكثر طرق انتقال الأمراض في موسم الحج بيكون عن طريق الرذاذ والتنفس والتلوث، منها أمراض زي الزكام، إنفلونزا الموسمية، فيها حاجات أخطر زي الحمى المخية الشوكية، التسمم الغذائي، وغيرها من المشاكل هنعرف عنها بالتفصيل كمان شوية. بس اطمنوا، كل الأمراض دي بعيدة عنك تماما طالما هتعمل بكل الإرشادات اللي هنقول عليها في حلقتنا النهاردة، وهتتخذ كل سبل الوقاية وتتعامل معاها بحذر شديد عشان ترجعوا من الحج بإذن الله بروح طاهرة ونية صافية وجسم كمان خالي من الأمراض. قبل ما نطلع لفاصل هقول حاجتين. هقول لكل المشاهدين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وهقول لكل اللي بيستعدوا للحج لازم تشوفوا حلقتنا النهاردة لنهايتها، لأن مشاهدة حلقتنا النهاردة هو جزء من تحضيركم وتجهيزكم للحج. انتظروني بعد الفاصل. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايات الطبية للقريب والبعيد، المصلح والمخطئ، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في مهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقياً مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد.